تقول: نسمع أن المرأة تصلي في بيتها الجمعة ظهرا، فهل تنطبق على تطبق أحكام الجمعة أم الظهر بما فيما يتعلق بالسنن القبلية والبعدية؟ المرأة إذا صلت في بيتها ظهرا فإنها تطبق أحكام الظهر، وتصلي قبلها، تصلي الراتبة قبلها وتصلي الراتبة التي بعدها. وأما إذا صلت الجمعة مع الإمام وحضرت الجمعة مع الإمام في المسجد، صلت خلف الرجال في المسجد، فإنها تأخذ حكم الجمعة. نعم، بارك الله فيكم.